اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. كل سنه وحضراتكم طيبين وفي رمضان دايما متجمعين. بدانا نسال هنفطر ايه النهارده يا حبيبي؟ حابين نفطر ايه على الفطار؟ حابين تاخدوا لحمه، فراخ، سمك؟ احنا النهارده معانا ماتيريال، احنا مش بنقول المنيو بتاعنا، بيكون معانا ضيف كل يوم زي ما حضراتكم عارفين طبعا من بدايه الشهر الكريم. معايا كل نجوم شاشه القناه الاولى، مقدمين نشره الاخبار، صباح الخير يا مصر، برامج كتيره، هم موزعين شاطرين ومتفوقين في عملهم ومتالقين، هيكونوا طبعا متواجدين معايا في البرنامج. معانا لحمه النهارده وبطاطس، معانا جبنه شيدر مبشوره وعجينه جلاش، وفي حلو النهارده كده طبعا انا هقوله لان معايا المذيع النهارده يعني هو دكتور صيدلي معروف، ولكن هي اسمها المكشكشه. المكشكشه مشكلطه، الحاجات اللطيفه دي، احنا عاملين المكشكشه النهارده بالجلاش، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وليه سموها المكشكشه. طبعا عايز استقبل ضيفي وحضراتكم عايزين تعرفوا ضيف النهارده، ضيف مميز، ولكن مش هنقول على اسمه الا لما نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع ضيفي، وهناخد فطار النهارده على الفطار، وهو اللي هيحط لنا المنيو بتاعنا لانه شاطر جدا، كمان غير انه مذيع شاطر هو كمان دكتور صيدلي. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير او هتروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده ضيفي مين. ضيفي في سطور كده هو مذيع شاطر متألق على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان دكتور صيدلي. إيه اللي جمع إن يكون دكتور صيدلي ومذيع شاطر متألق ويتقن اللغة العربية الفصحى؟ معايا ضيف النهاردة مذيع الأخبار الأستاذ يوسف عبدين. اتفضل يا أستاذ يوسف. أهلا وسهلا شيف، كل سنة وأنت طيب، أخبارك عامل إيه؟ كله تمام؟ ميرسي جدا على التقديمة الجميلة دي. حبيب قلبي، كل سنة وأنت طيب وكل الزملاء بخير وفريق عملك وكل مشاهدينا بخير. نص رمضان النهاردة، خلاص الشهر بيخلص، كل سنة وأنت طيبين جدا. أجمل شهر في السنة بيعدي. فعلا فعلا شهر كله خير وبركة وأجواء كده روحانية. وبعدين هو رمضان سواء جه في الشتاء جه في الصيف جه في اي وقت، هو بيبقى ليه طعم مختلف. مزبوط. بيبقى ليه طقوس مختلفه، فعشان كده بيبقى شهر ممتاز جدا ومميز جدا كمان، لان بيجمع الاحبه والقرايب والصحاب. وزي ما بيقولوا مصر في حاجه، رمضان في مصر حاجه تانية. طب بمناسبه رمضان في مصر حاجه تانية، رمضان عند الاستاذ يوسف عبدين، هو انا شهر بستناه من السنه للسنه علشان خاطر هدوء، راحه نفسيه شويه، يعني عبادات، روحانيات، فرصه نصلح اخطائنا، حاجات كتير بقى تانية كمان اجتماعيه كمان. بالظبط، حلو. صلاة الرحم والاصدقاء اللي هم من زمان، نقعد من السنه للسنه على ما نشوف بعض، بيجمع الاحبه. ده حقيقي فعلا. بس الاخضر حلو عليك. ميرسي، اشكرك، كتر خيرك. الهيلثي بقى والاخضر، انا بحب الاخضر عموما يعني. وبمناسبه الاخضر وانت دكتور صيدلي، الاكل الهيلثي والاكل الصحي مع حضرتك موقفه ايه؟ والله بص مش هخبي عليك، هو انا من بعد يوم ما عرفتك وشفتك وانت جسمك انا الحمد لله، لا بتتخن ولا بترفع، انا طول عمري الحمد لله مهما اكلت ما ما يبانش عليا، ما تخنش يعني. كنت في فتره من الفترات كنت شويه مليان، بس بعد كده بدات احافظ. تعرف بعد سن معين بتبدا الانسان يحافظ على حاجه معينه، وهذا من فضل ربي طبعا، الموضوع الجسم والحاجات دي. لكن بعد الأربعين بيبدا الواحد يدور على الاكل الهيلثي اكتر. وكل حاجه بتتاكل، ما قلناش حاجه، بس بتبقى الكميات بس اللي بتفرق. يعني زمان كنا الواحد ممكن يتكى في الحاجات المسكرات، يختار بقى يعني يبدا اللي هو بالظبط، لكن دلوقتي الهيلث اكتر، السلطات والخضار والفاكهه ده اهم شيء يعني. طيب بمناسبه الشهر الكريم، احنا عارفين طبعا عندنا السؤال دايما بنساله الساده المشاهدين لما بيجوا عندنا، هو سؤال صعب. احنا بنحضر الماتيريال، المقادير بتاعه الاكله يعني. أيوة. وحضرتك طبعا بتشرفنا وتقول لنا هنعمل ايه النهارده. احنا معانا لحم كندوز بنسبه دسامه عاليه شويه، معانا بطاطس كندوز، وبطاطس وبصل وتوم. كندوز صغير، صغير صغير او كبير مش هيفرق. لا هتفرق في السوى، في السوى. الله يعني عليك، قالوا انك طباخ شاطر. لا كواليس بتقول لك انا بحب المطبخ. بتحب الضاني ولا الكندوز؟ الضاني اكل والكندوز اكل يعني. واضح ان دي صينيه بطاطس باللحمه اعتقد، ما شاء الله يعني شاطر، حاجه زي كده يعني. يوسف شاطر. وعشان كده اللحمه كندوز سالتك صغيره ولا كبيره عشان تستوي بسرعه مع البطاطس، ما ينفعش تستوي يعني. ناكل صينيه بطاطس النهارده باللحمه من ايدك؟ يا ريت يا ريت. ده يبقى احلى لكن الضاني بقى ليه اكل تاني، مشوي. طبعا المشويات رقم مشوي واحد، الضاني رز معمر والكبسه كمان. كنت احبها ضاني قوي. طيب معانا جبنه شيدر مبشوره وعجينه سمبوسه، بس سمبوسه جبنه سمبوسه ايه دي؟
الصوره دي. طيب في حاجه النهارده بقى مش هتعرفها دي يعني إيه ده بقى. بص هي ملهاش قاعده. اوعى يكون في الحلو لان انا في الحلو مش قوي. مش انا قوي. في الحلو مش قوي بصراحه. انا بشوف اسماء كتيره السنه دي مختلفه عليك، الكنافه والجلاش والقطايف والحاجات بالظبط. ففي حاجه اسمها المكشكشه. الايه؟ ايوه مكشكشه ده يعرفها قميص مكشكش بطلون انما حلو مكشكش يعني في كاسه مكشكشه. هنعمل مكشكشه بقمر الدين. قمر الدين ماشي. عصير. اوكي ما انت عارف ان هو عصير. انت محدد ايوه ايوه المكشكشه دي في الاخر هتطلع حاجه حلو. هي عجينه جلاش بالقمر الدين. بس سموها مكشكشه ليه؟ ده هجاوبك عليها واحنا شغالين. هو اكيد اكيد شكلها واخده الكشكشه. كشكشه طيب الماتيريال معانا لطيف وزي الفل وهنشوف هنشتغل ازاي مع بعض. انا معاك. حابب تعمل ايه من دول؟ انا مفيش سلطه. في سلطه مفيش خياره تقطع. لا لا خيار المره اللي فاتت. طيب. لا لا معانا سلطه بلد النهارده. انا السلطه اساسي خيار فيها جرجير وفيها بصل وفيها طماطم. حلو جدا. لو في وفي فلفل اخضر كمان. وفي فلفل حام في السلطه حلو. ولو في جزر يبقى حلو جدا. وتوم يبقى تمام. طيب برضه انا شايف انك انت بتحب المطبخ وغاوي مطبخ وبتخش المطبخ واولادك بيحب ياكلوا من ايد حضرتك، فاستاذنك تساعدني بقى كده. ياكلوا غصب عنهم. تعال غصب عنهم. تعال يا عبد حبيبي. من ضمن الاسئله بقى الاستاذ يوسف عبدين المذيع الشاطر المتالق. اشكرك كتير على شاشه القناه الاولى. لما بيخش المطبخ ولاده بيحبوا ياكلوا من ايده. ده سؤال صعب. ليه ده؟ هم على طول هم عارفين. انا بابا دخل المطبخ يعمل لنا حاجه حلوه. انا بدخل المطبخ كتير حلو. يعني ساعات مضطر وساعات ببقى مختار ده. يعني مثلا بتقول مثلا المدام مسافره مثلا لشغل او حاجه. حلو. فانا ببقى مضطر ان انا بقى اللي اعمل اكل للولاد لان انا ما بحبش الاكل من بره كتير يعني. حلو واحنا متفقين فيها. تمام. بدخل المطبخ بقى اول لما تكون حتى هي موجوده بفي اكلات معينه بحب انا اعملها. زي انا بحب اعمل كباب الحله كويس. حلو. بحب اعمل الحاجات اللي هي بقى الكبده الاسكندراني، الجمبري الاسكندراني، السجق الاسكندراني، اي حاجه اسكندراني. طب الكبده الاسكندراني بتتعمل ازاي؟ بص يا سيدي هو في طريقتين اصلا بعملهم للكبده، في الطريقه الكفراويه بتاعتنا بتاعت كفر الشيخ انت كده مش عارف بلديات بقى. حلو قوي. بيكون فيه الكبده بتتقطع شرايح مش عصافير زي اسكندريه. لا بتتقطع شرايح صغيره. بتشتغل واحنا بنتكلم. طبعا يا ريت. البطاطس انا بتاعها مكعبات. انت عايزها مكعبات؟ مصطلح الطهو الكريهات يعني مكعبات. مش شرايح كده. مش لا انا عايز اعملها كده. لا عايز تعملها زي التورلي كده. طيب تمام. بتاعها مكعبات. تمام. مسكت السكينه دكتور. بس انا استاذنك معلش. ايوه. لما نمسك السكينه ده بتعلم ان اخوك انت عارف حبيبي وصاحبي. المسك بتحط صباعنا كده. حط صباعنا فوق. خالص. ده مع الوقت هيحصل لك مشكله صحيه. والله امسك السكينه والله كده كده. ايوه حبيبي. تمام. حكي فيها يعني خليها انت مسيطر عليها. هو ده. تمام. مسك السكينه جراح. تمام. هو ده تمام. تسلم ايدك. نكمل مع بعض. السكينه بتبقى اكبر من كده شويه. فلما بدخل المطبخ يعني انا عندي حمزه ابني. مقادير صينية البطاطس على الشاشة. بصلة ناعمة، تومة ناعمة، لحم كندوز صغير متقطع مكعبات، وبطاطس بيقطعها لنا الأستاذ المذيع يوسف عبدين. انت شفت انت 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 عملت لي مفاجأة حلوة مع إيمان. لأن إيمان عندي في مشكلة كبيرة بينه وبينها في موضوع المطبخ ده. ازاي؟ انا 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 بدخل المطبخ بعمل كوارث يعني. بعمل اكل كويس ممكن، لكن باجي بعد كده وبسيب المطبخ ورايا يضرب يقلب زي بيقول. يعني طبيعي اي راجل بيخش المطبخ بيبقى بيقعد بستعمل حاجات كتير. هو بمناسبه ان احنا صيادله انا وايمان. حلو. الشغلانه دي فادتنا في حاجات كتير على فكره يعني. كون ان انا مثلا صيدلي وبدخل المطبخ يعني ببقى فيه كويس نوعا ما، مش كويس قوي طبعا زي الستات. المطبخ ما بيفرقش كتير عن المعمل. حلو. احنا شغلنا كله كان معامل. المقادير شيء مهم جدا في الاكل. يعني تلتزم بالمقادير بقى. المقادير التفاصيل الصغيره تحط ايه قبل ايه. حلو. والنار عاليه، نار توطي النار شويه، كل ده احنا في المطبخ. في المطبخ وفي المعمل كان نفس القصه كده. حلو. فهي الدقه اخذناها من شغلانه الصيدله اللي احنا اشتغلناها من زمان. لكن السكينه طيب عشان انت مطمنه لك. طيب انت هتقطع عليه طبق سلطه حلوه. انت عايز تشوف احنا هنعمل سلطه دلوقتي. هنعمل سلطه على ذوقك. بص الرجاله دايما شطار في عمل. بص انا السلطه وانا بره مصر عجبتني قوي السلطه السوري. حلو. هم بيعملوا السلطه زي السلطه بتاعتنا عادي جدا ما بتفرقش كتير، لكن بيزودوا عليها بعض الحاجات. زي
دبس الرمان. دبس الرمان ده اساسي. الرجله. الرجله دي المشروم. طبعا عندنا معروفه في كفر الشيخ. المشروم طبعا الرجله دي كانت بتطلع في في الارض كده. اللي هي البقله يعني بيسموها في السوريين. المشروم. زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا اساسي. حلو اساسي. زيتون اخضر شرايح. حلو. التوم. انا حبيت التوم على السلطه الخضراء. من التوم الني بالذات. التوم الني طبعا. حلو. مش المبشور كمان. حلو. يعني هي فص توم او على حسب الكميه اللي انا بعملها. السلطه في مكان تاني. خاصه مع الفتوش. بالظبط. الله ينور عليك. والسلطه حتى الخضراء كمان يعني. وطبعا الليمون ونسبه خل بسيطه كده. حلو. مع كل الحاجات التانية، البصل بقى والخضار والجرجير والشبت والبقدونس. والحاجات دي كلها بتاعت السلطه العاديه بتاعتك. استاذ يوسف عبدين، خليني اقول لك دكتور يوسف في السؤال ده. اتفضل. الاكل الصحي، الدكاتره الصيدليه دايما بيجي لهم المريض يعني او اي حد بيشتري من الصيدليه يقول لك انا عايز فيتامين. فيتامين د، فيتامين ب المركب، فيتامين اي، كل حاجه، الكالسيوم، الحديد، الحاجات دي كلها. هل الفيتامينات دي تغنينا عن ان احنا لا 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 ما ناكلش بقى السبانخ والحديد والجو اللي احنا اطلاقا اطلاقا طب تنصح بايه الساده المشاهدين؟ عايزين معلومه طبيه كده من حضرتك. اقول لك حضرتك على حاجه. هو الاكل هو شيء اساسي في عمليه الفيتامينات والتغذيه. حلو. الناس اللي مش قادره تاكل، عندها مشاكل في الاكل او عندها مشكله في المعده مثلا، بنضطر نلجا ان احنا نديها فيتامينات. سواء بقى حقن، بس لها اضرارها برضو يا دكتور يوسف. كتير استعمالها كتير وبدون نظام طبعا ليه ضرر على الكلى والكبد. حلو. ربنا يا رب يسترها مع الجميع. امين يا رب. لكن انا بحب في اكلي لما بدخل المطبخ ان يكون متنوع، في حاجات كتير. حلو. في الكالسيوم عشان الاولاد، وفي الحديد عشاننا كلنا. حلو. وفي كل الالوان بقى، يعني كل حاجه ملونه فيها الفيتامين اي والبي وال وكل ده موجود في الاكل. فانا لو موجود في الاكل انا ليه اخده من بره؟ يعني دايما نكون حريصين ان السفره بتاعتنا يكون عليها متنوعه، كل حاجه، كل حاجه، الحديد زي البطاطس، نشويات بالظبط، مركبه، والرز، الشوفان، الحاجات دي كلها بالظبط. وده هيرجعني للسؤال اللي انت سالتوني في الاول. انت بقيت دلوقتي بتاكل ايه؟ حلو. انا بقول لك ان هو كل سن وليه اكله، كل سن وليه طبيعته الخاصه في كل حاجه. لازم الواحد بعد سن معين يبدا يشرب ميه كتير، يبدا ياكل الحاجات اللي هي كل ما هو ملون. خضار، فاكهه، ده اساسي. جزر. بالذات الجزر ده انا بعشقه اصلا. حلو. حاجات كتير. ما بحبش الاكل الدسم خالص، ما عدتش بحب الاكل الدسم نهائي يعني. حلو. يعني ممكن مثلا لو نفسي جات على حاجه مثلا دسمه ولا حاجه كده. اللي هو اخد معلقه وخلاص، واكتر من كده بس اللي هو يعني. برضو بتاكل رز معمر برضو يا خالد؟ ده اساسي، لان انا عندي انا اساسي. انا انت هتاخدني للمنطقه بتاعت ايمان تاني. حلو. انا بحب الرز المعمر جدا يعني، والدتي ربنا يديها الصحه يا رب بتعمله كويس قوي. ربنا يخليها لك يا رب. وحماتي كمان بحب اكله من ايديها قوي. يعني بتحب اكل حماتك واكل ماما؟ اكيد. طب يعني قلبك قلبي مع امي على طول. مع أمي. قبل ما تكمل السؤال حبيبي والله قلبي مع امي على وإيمان طول. وايمان مش هتزعل؟ لا، ايمان عمرها ما تزعل. عمرها ما زعلت من حاجه زي كده. ايمان بتحترم جدا علاقتي. على الاقل. بتحترم جدا. بس هو برضو ده ما يمنعش ان ايمان بتعمل حاجات برضو احسن من اللي ممكن تكون ماما بتعمل. لا في بعض الحاجات. ايمان يعني ماما أصلي يعني ممكن. بص اقول لك على حاجه. ماما الدكتوره انت كده عايز تروح تفطر في البيت يعني. ايوه. شهد لمامته في الاكل. لا. ورجع لمدام ايمان قالك بتعمل اكل احسن بتاع ماما. اصل هي اكيد الاكل اللي هو ملوش اسم، ملوش الجديد. ايمان 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 برضو ايمان شباب لسه برضو. لكن مكرونه بالوايت صوص ماشي، الحاجات دي كلها. لكن هو مثلا انا بالنسبه لامي، لا امي طبعا الاكل القديم على قديمه بقى. امي ثم الصواني، المحاشي. انت تحب تاكل من ايد الماما ايه بقى؟ احلى اكله، احلى حاجه. يعني ما بتاكلهاش من ايد المدام. احلى حاجه حاجتين. كفته الرز طبعا. من طبعا دي بص بقى دي حكايه ما تفكرنيش. وكمان ما تفكرنيش. المسقعه. امي بتعمل مسقعه رهيبه بصراحه ما شاء الله عليها. والمحاشي كل حاجه. اي حاجه امي بتعملها حلوه. حلو. طبعا. لكن الميه من ايديها شربات يا دكتور يوسف. وفي بركه في الاكل. في بركه كمان. وفي نفس حلو. لو مش جعان هتجوع وتاكل. بمناسبه النفس شم الريحه الحلوه دي كده. جدا. وانا اصلا جعان. طب انت عملت بقى دلوقتي شفت الطشه دي؟ انا عملت كده طشه اسمها طشه اليخني. اليخني. اليخني اللي هي تومه، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، معلقه سمنه بلدي، معلقه فلفله حلوه. فلفله حلوه اللي هي الهريسه. الفلفل. بص هتنزل هنا الهريسه بتاعت تنزل هنا كده. بص شفت بقى العشق ده؟ ده العشق. يا ريتك طلعني فاصل انت بقى.
طيب زي ما احنا شفنا مع الشيف مغازي دلوقتي اكله امي، بنعمل تورلي بالبطاطس باللحمه عليها اليخن اللي هو عمله دلوقتي، وهنروح لفاصل ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا في اكله امي على التلفزيون المصري ومن مسبيرو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ويخنه البطاطس باللحمه شهاده من مذيع شاطر متالق كمان دكتور صيدلي شاطر، معايا طبعا الاستاذ يوسف عبدين. نورني. نورك شيف، ربنا يخليك يا رب. نورك، تسلم. احنا انت خلصت كده البطاطس خلاص، تحفه بصراحه جد. وتجوع وشكلها وريحتها كمان، عايز شوية ريحتها جامده قوي. ورز بالشعريه. بالظبط، رز بالشعريه بتبقى حلوه قوي. خلص الكلام. تكون الشعريه كده سايحه كده في الرز، ما تبقاش ناشفه يعني. حلو. ما بحبش الشعريه الناشفه. سمعت انك انت قايم بدور بطولي بعد الفطار في الدوره الرمضانيه اللي عملها الدوره الرمضانيه اللي عملها الشركه المتحده. انا كنت في الفريق. انا طبيب الفريق. في حد بيتصاب؟ طبعا. في اصابات بتحصل كتير، شد عضل بقى، الاصابات اللي هي بتبقى ناتجه عن وانا مضيع وقت وبتاع والجو ده. لا 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 خالص، لا بالعكس، احنا الماتش اللي فات وان شاء الله النهارده باذن الله ربنا يكتب لنا الفوز في ماتش النهارده. ان شاء الله الساعه 9:30 ان شاء الله. طب والنتيجه لغايه دلوقتي ايه؟ احنا اول ماتش كان 5-1، الحمد لله فزنا 5-1 في المباراه الافتتاحيه يعني. كانت مباراة مهمة جدا. مين هياخد رقم واحد في تسجيل ال تسجيل الايه؟ طب خليني بقى اعمل حاجة وانا معاك كده واحنا بنتكلم. طيب. احنا هنعمل دلوقتي اللي هي التوابل والسلطة. هنحط الأول انا في فين فلفل وكمون وحاجات. انت عايز تتبلها تحط لها كمون؟ ايه؟ انا بحب شعر الكمون على طول. طب انا هجيب لك هجيب لك كذا حاجة كده ونطلع منهم ممكن الكمون ولا اجي اخدها انا؟ لا انا عايز احطك في اختبار. بما انك انت معملي شاطر. هو استنى بقى عليا عشان خاطر مدام ايمان بتتفرج علينا دلوقتي. نعمين. حاضر. زيت زيتون بقى طبعا اللي انا بحبه قوي. تمام. احنا بعد كده هنحط الاختبار ده لكل ضيوفنا. البتاع دي تمام. صح كده صح؟ البتاع دي صح كده. لان انا بيبقى عندي اللي هو المبشور الناعم الجاهز. استاذ يوسف البتاع دي اصلا ما بتبقاش عارف. ده فلفل اسود بتنزل. ايوه بتنزل بس بتنزله. ايوه. عايز اعرف الكمون. انت طبعا هتحط كمون. عايز معلقه صغيره. ده كمون. ده كمون. ده كمون. دي كزبره ناشفه مطحونه. وده لا انا النضاره مش معايا، انا مش شايف. لحظه. طب خلينا. لا معايا النضاره جايبها. ده زعتر. ايوه زعتر من البذر بتاعه. تمام. اوكي تمام. دكتور صيدلي برضو. لا لازم اشوف الماده الفعاله. شوف الماده الفعاله فيه. طيب تمام. زي انا محتاج معلقه صغيره بس لو ممكن اجيب معلقه. نجيب لك. ايوه اتعامل. طب المطبخ اعتبره مكانك يعني. ايوه ما تزعلش بقى ان انا هسيبه لك. ايوه ناخد خلي كده اليخن دي كده على جنب. ايوه. ناخد مقادير المكشكشه. ايه رايك؟ انا نفسي في مقادير المكشكشه دي. بلاش شوف المكشكشه دي هي. المكشكشه دي عجينه جلاش ومهلبيه قمر الدين. قمر الدين بندوبه مع نشا وحليب وسكر وفانيليا. بيطلع معانا في الاخر مهلبيه قمر الدين بالشكل ده كده. ومعانا سمنه وعجينه جلاش وشويه افتكاسه كده يعني نعمل حلو جديد. والمقادير على الشاشه. المكشكشه بقمر الدين وحقوق الطبع لدينا وبس. عجينه جلاش يعني هيطلع في النهايه جلاش المفروض. ما هو في الاخر هيبقى جلاش بس هيبقى واخد شكل الكشكشه. جلاش جلاش مكشكش. جلاش مكشكش. قول لي جلاش مكشكش. طب اقول لك قول لي مكشكش. تحط زيت زيتون؟ حطيت يا فندم. حطيت. دول كفايه؟ انا ما فيش حاجه بتفوتني. ملح. انا شايف ان دول كويسين جدا. ملح. الملح خليه في الاخر خالص قبل التقديم عشان الملح لما بيتحط على السلطه من بدري. الطماطم بتنعم وده ما بيبقاش كويس. يعني انا ده دي مدرستي. الملح اتحط قبل الاكل مباشره. مدرسه الاستاذ يوسف عبدين بتقول ان الملح اتحط اخر حاجه في السلطه. مش مدرسه قوي. مش عارف جاب النظريه. جبت النظريه دي منين؟ الملح بيشرب بياخد بيسحب الميه من الحاجه. فلان هو ده صلب. يعني المفروض نتبل السلطه على مرتين. لا التوابل دي ما بتسحبش. هو في الملح بالذات الحاجه الصوديوم الكلوريد ده الوحيد لازم تفرق. لما اخواننا الدكتور صيدلي يقف في المطبخ يعني اقول لك على حاجه. لما يبقى حد ضغطه واطي بنقول له خد ملح. حاجه مالحه لان الملح الصوديوم كلوريد ده بيطلع الميه بيحتفظ بيها. حلو. هو اللي بياخد الميه من الحاجه. حلو. عشان كده انت لو بتسوي لحمه لو حطيت عليها ملح من الاول ما بتستويش. الله عليك. لان بتفقد الميه بتاعتها اللي بتخليها تستوي. السلطه نفس الحكايه برضه. ايوه السلطه لو حطيت ملح من الظهر مثلا لو انت عاملها دلوقتي وهتفطر بيها الطماطم دي نعمت وبقت بقت خلاص مش حلوه. طب ايه رايك ما نتبلهاش خالص غير وقت التقديم؟
بس هي محتاجه لا البصل معاك ممكن لكن الحاجات التانيه لو خدت طعم الطماطم والحاجه خدت طعمها بيبقى احسن. بس الملح معلومه لحضرتك برضو. تعال انت كده تبل اللحمه او تبل الطبخه بكل التوابل اللي تخطر على بالك تمام من غير الملح تمام مش هتستطعم اي حاجه اوكي عشان الملح بيشربها قصدك. لا مش الملح بتشرب الملح قصدي الملح شخصيته بيثبت التوابل في الانسجه اللي انت بتعمل فيها سواء لحمه ولا سمك فهو اللي بيظهر الطعم سواء الكمون بيظهر طعم الحاجه طعم التوابل طعم التوابل شفت بقى المعلومه معلش يعني الملح بيفيد في ان التوابل المعلومه الكيميائيه اللي حضرتك قلت عليها انا معاك فيها ملهاش اي لازمه دلوقتي لا 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 بس ميزه الملح هنا مع كل التوابل بيظهر كل نوع من التابل بشخصيته معقول هتستطعم الكزبره الفلفل الاسود الكمون تعالى تبل الفول بالكمون حط عليه هتاكل الفول ملوش طعم خالص حطيت شويه الملح ظهر طعم الكمون في الفول دي حاجه بسيطه خالص يعني انا بنسبه الفول بقى الملح مفيد في ال طب بكميات قصدك ولا بالكنترول بقى الملح دايما بالكترول. يكون بالسالب نقدر نعالجه اما بالموجب مش هنعالجه انا قصدي هاخد نفس الملح اللي انا هستطعمه في الاكل مش اقل من كده مش اقل من كده مش اقل من الكميه المطلوبه يعني تمام احنا دلوقتي هنقلب السلطه عشان تبقى جاهزه على التقديم وفي الاخر نحط لها بقى شويه حاجات ولكن انا معاك في الخضروات الورقيه زي الجرجير زي الخس احنا عملناها من غير توم بس لو الناس حطت عليها توم بيبقى حلو هتبقى لطيفه ما نتبلهاش غير وقت التقديم عشان الخضروات الورقيه دي بتدبل بسرعه انت قصدك كل اللي احنا عملناه ده ما نقدموش بقى غير وقت يعني نقدمها دلوقتي المفروض بقى حلو طب وبمناسبه انك انت ما حطيتش توم اللي عنده مشكله مع الكولون وارتجاع المريء و هنحط له معاها بقدونس اخضر والحاجات دي بتقلل بتمتص الغازات اللي هي الزياده اللي هي ممكن تتعب القولون البقدونس الاخضر ده مهم جدا في الاكل طبعا مهم في اي حاجه وبيدي طعم لاي حاجه جميل اولا بيعالج مشاكل الانسجه كده السلطه اللي عملتها كده سلطه بتعملوا كده بتعملوا كده انتوا في الاخر صح بس ممكن عودين نعناع كمان متابع شاطر كام ورقه نعناع كده بتبقى بتدي برزنتيشن بتدي طعم ايوه الفاروق عايز لفه كمان اهي كده تمام ايوه لا والله شكلها حلو فعلا حلو كده تمام طب بما انك انت شاطر في الاكل وشاطر في المطبخ اعملها كده بقى عشان تبقى ايه قول لي في رمضان عزمت ولا اتعزمت هو انا بحب اتعزم اكتر طبعا اساسي يعني وبحب اعزم تمام بس هو عشان الوقت كمان بقى قصير اليومين دول فموضوع العزومات بقى صعب لكن انا في العموم بحب اتعزم وخصوصا عند حد محدد يعني بحب هو بيعزمني كتير من نفسه وانا ما برضوش اي عزومه بصراحه صديق ليا ربنا يديله الصحه يعني كل يوم بتفطر عنده لا لا مش كل يوم ايوه في البيت لا بره ولا احنا بتوجه له رساله بره يعني. رمضان يعني في الايام العاديه بتفطر في الايام العاديه مثلا هو قريب من هنا من ماسبيرو فمثلا يبقى عامل اكله حلوه يقول لي ايه تعالى الشغل وتعالى كل حلو فانا ما يعني طب انت برده لازم تعزمه يعني لازم تعزمه اساسي طبعا اساسي ما انا بقول لحضرتك بنعزم وبنتعزم بس نتعزم اكتر يعني رمضان لما بيجي الاستاذ يوسف عبدين بيحب ايه على السفره في اول يوم في رمضان محشي زي كل المصريين انا 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 قديم شويه في الموضوع ده انا بحب المحشي اول يوم في رمضان ده لازم يبقى محشي وبتبقى انت عارف طبعا طبيعه اول يوم في رمضان ده الواحد يفطر المحشي ويكبسها وعلى طول يروح ينام شويه شاي بعد لا حتى لو عملت ايه هو لازم تنام لازم تنام بعد افطار اول يوم في رمضان على ما تبدا تتحكم في الموضوع ده بياخد وقت شويه طبعا انت زي كل المصريين الطقوس مثلا يجي اول يوم رمضان تنزل تفطر في وسط الاهل في البلد ده اساسي لا لازم رمضان اول يوم رمضان ده احنا بنسميه موسم عندنا في كفر الشيخ الحاجات اسمها موسم اول رمضان موسم نص يعني هي فرصه موسم. انك انت بالظبط مع بدايه بالزبط. الشهر احنا بننزل كتير طبعا بس هو المواسم دي لازم اساسي يعني اتعودنا على كده طول عمرنا شوف الانسجام مع اللحم الهبره والبطاطس والنشويات لا تقطيع البطاطس برضو حكايه خلي هي خلي بالك هي اجمل ما فيها تقطيع البطاطس على فكره طب انت بتتكلم جد انت تعرف ان تقطيع طبق السلطه بمثابة لوحة فنية بيترجم مدى الحب وقدر الحب للمطبخ ما انا هقول لك على مش هقطع اي حاجة وخلاص بص يا شيف المطبخ انا المطبخ بالنسبة لي رسالة حلو زي الفن ما هو رسالة كده حلو انت لو مش فنان ما تدخلش المطبخ حلو من الاخر يعني لو مش هتعمل حاجة بفن وتقطع بفن وتبقى حابب اللي انت بتعمله يعني ارجوك ما تدخلش المطبخ لا ده نصيحه لاي حد ما يعني ما يحاولش يعني نقول بحب يعني بس عشان لازم حب لان الحب هيخليك تعمل كل حاجه حلوه وبحب ففي النهايه تطلع النتيجه مرضيه يعني ان شاء الله
لكن انا علاقتي بالمطبخ بدأ من زمان يعني. المطبخ دخل بيتنا بدري يعني. هو رمضان كمان بتيجي لما يجي الشهر الكريم بيطلع الشيف اللي جوانا كلنا على السفره، حتى اللي مش بيعرف يطبخ هو قاعد بياكل بيبقى عايز يبقى شيف. بتستطعم اصلا حاجات كتير، فبيقول لك بقى الملح زياده، الملح كتير، كل حاجه بتستطعمها فعلا في رمضان. وبتبقى كمان انت عندك فتره النهار لو انت مش شغال بالنهار بتفكر، او مثلا في الاجازه انت بتبقى حابب تخش المطبخ. شفت الكشكشه ليه؟ سباكه انت بتكشكشها بايديك. طب نشوف الكشكشه دي. طب احنا ممكن نكشكش ولا ما ينفعش نكشكش؟ طب اهي كشكش اهو، سهله جدا يعني. طب ايه كشكش اهو، ايه المشكله يعني ما نكشكش؟ عرفت ليه سباب كشكشه؟ انت بتكشكشها. بص هي هي كده، بص عليا تمسك كده الحرف ده. بص اهو برضه، بس فاروق بايدك اهي. بص ايه ده، لازم تنزل كده اهي. طب وده كمان كده؟ تمام كده، تمام كده تمام. فاروق اللي هيقول لك تمام، انا اعمل كده تمام خلاص. احط باش حطها حلوه في ايدك. تمام هاكلها انا الحته دي انا هاكلها. اوكي طيب، انا عايز اشيل البتاع دي. طلعنا فاصل مع الكشكشه. طيب طلعنا فاصل. طلعنا فاصل الاول. طلعنا فاصل. لا طلعنا انت بقى، انا طلعت الفاصل الاولاني. فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني مع الكشكشه بالقمر الدين مع شيف مغازي واكله امي من مزبيرو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واعجاب الاستاذ يوسف عبدين جدا المذيع الشاطر المتالق على شاشه القناه الاولى. والمعلومه العلميه ما نحطش الملح على السلطه الا ما خلاص ما طلعت اي كلام بقى. قعدت بقى 40 سنه باكل سلطه غلط. طب نحط السمنه على الكشكشه. طبعا لازم نسقيها. كان في جمله شهيره كده يقول لك كشكشه بس اسقيها سمنه. اسقيها سمنه كده، والشربات ده في الاخر خالص. ايوه الشربات دي بتطلع من الفرن. بتطلع من الفرن. السمنه تتحط على الوش كده. عرفت ليه سموها كشكشه؟ عشان انت اصلا بتكشكش العجينه كده. طبقات طبقات، وهتطلع تلاقيها مورقه وتحت منها قمر الدين. غريب قوي يعني، يا قمر الدين. ممكن نسميها مثلا ستاير مثلا. ستاير دي الكشكشه دي اسمها. ستاير دي في البلد مش كده. كشكشه. طب وبنسبه الاكل، انت سافرت كتير انا بعرف، حضرتك قعدت فتره في الخليج. انا سافرت في الخليج فتره. هل انت حبيت الاكل الخليجي؟ طبعا له مذاق خاص، بتركيبه التوابل بتاعته، ماتيريال، حاجات كده. ايه الموقف اللي حصل معاك؟ انا بالنسبه لي الاكل الخليجي، انا بحب الاكل الشرقي وبحب الاكل الخليجي وبحب الاكل اللي هو الشامي. حلو. الخليجي بقى كان في قصه وحوار كده لما الواحد سافر السعوديه. السعوديه يعني اهل كرم جدا، وخصوصا في الجنوب. طبعا. هو اي جنوب، اي منطقه في الجنوب في اي دوله بتبقى فيها اهلها فيهم كرم زياده. كل اهل السعوديه ناس كرماء. والجنوب تحديدا كمان بيبقى فيه نسبه عاليه قوي من الكرم عندهم. فاول رمضان قضيته هناك ما كنتش اعرف العادات والتقاليد. احنا هنا متعودين المغرب ياذن بنفطر. حلو. على طول. فالمهم رحت سريعا عشان وقت البرنامج على ما نعمل السمبوسه. حلو. حطوا الفطار سمبوسه، حطوا لنا سمبوسه وشوربه وعصير برتقال وبلح. حلو. فانا قلت خلاص يمكن ده الفطار هنا في السعوديه. حلو. والناس كلها اللي كانوا معايا كل واحد خد واحده وشويه وبلحيه وخلصوا. انا نزلت اكل لحد ما شبعت، قلت لا انا هاكل بقى خلاص. وقمنا قال لك نصلي المغرب، قلنا خلاص نصلي يعني مش هيبقى هو الفطار يبقى سمبوسه ولا صلاه. قلت يمكن هو الفطار كده اصلا يعني. خلصنا صلاه واذ ما لذ وطاب بينزل قدامنا. حلو. بعد صلاه المغرب مباشره. وده الطبيعي. ده الطبيعي. فضاع مني طبعا الفطار ده يومها. ايوه هو انت صليت. انا خلاص انا اكلت سمبوسه بس. طب بنسبه السمبوسه شفت انا بلفها ازاي؟ انت بتلفها ازاي بقى؟ انا عمري ما عرفت الف سمبوسه بصراحه. لا سمبوسه ولا محشي بعرف الفه. دي مدرسه المغازي. انا بشوف بشوف ايمان بتعمل كده بس، لكن انا ما بعرفش. ايمان بتلفها كده؟ عامله لنا سمبوسه امبارح هايله امبارح. بنفس الطريقه دي؟ احلى كمان. دي كده. في اكل في الخليج اول ما رحت ما كنتش عارفه ولا فاهمه ولا، بس حبيته بعدين. اللي هو؟ في عندنا كان في السعوديه حاجه اسمها مغش. مش عارف انت شفتها ولا لا. مغش. المغش في السليك، في المرجوك، في الهريس. في المغش وفي الحيسي. في حيسي كانت باميه باللحمه في طواجن. الهريس. الهريس. المراسيع. المصبي بقى والحاجات المصبي اللي احنا كلها تعرفت هنا، دول المعصوب الحنين. والمعصب والحاجات كل ده كل ده كل ده حبيته بعد الوقت بقى. حل. مع الوقت. حل. ولذلك حتى انا لحد دلوقتي احب الكبسه الخليجي عن الكبسه المصري اللي بتعملها ماما فريال. بحب الكبسه اللي بتعملها إيمان. مين ماما فريال؟ مامه ايمان زميلتنا. مامه ايمان زميلتك؟ مراتي يعني، مراتك. لا مامه ايمان منصور زميلتنا. هي بتعمل الكبسه المصري شاطره في الكبسه. لا انا ايمان مراتي بتعمل الكبسه الخليجي حلوه. حلو. يعني في كبسه مصري وكبسه خليجي؟
الكبسه الخليجي بتبقى بالصلصه شويه ورز البسمتي وعليه صلصه والحاجات دي وحاجات كده ويبقى الاكل بيبقى شويه جويسي فيه شويه اكتر مش ناشف زي المصري. حلو. يعني بص انا عرفت كذا معلومه منك النهارده ان في كبسه مصري. انا عندي معلومات كتير قوي والله دلوقتي. كان عندي معلومات كتير قوي قوي. حلو. طب قول لي في سؤال مهم جدا. طبعا الشوربه على السفره بيمثل ايه للدكتور الصيدلي يوسف عبدين؟ ايه طبعا الشوربه. انا اساسي بالنسبه لي على الفطار لازم شوربه وسلطه، ده اساسي. وبالذات بس انا عندي حاجه بقى في الشوربه يا شيف. انا بحب الشوربه تعمل على قديم. انا ما بحبش البهارات الكتير بتاعت اليومين دول الجديده اللي طالعه. انا بحب الشوربه على قديم وهي اقصى حاجه. حبهان يعني ما بتحبش تجرب اكلات جديده؟ لا حبهان ولورا وانا اسمح لي اقلب البطاطس بس عشان انت ست انا عشان انت نسيت وغرفانه كمان يا استاذ يوسف. عينيا الطبق جنبك اهو اللي هو ده. حاضر. الحبهان وورق اللورا وفص المستكه بس مش اكتر من كده. حلو. ما بحبش بقى انا الحاجات اللي هي اللي بيبقى فيه افتكاسات كتير كده بتضيع طعم الحاجه. بص الاكله بتاخد حقها في كل حاجه. انا بحب اشم ريحه اللحمه وانا بزعل لما في حاجات دي يبوظ عنوان الاكله. انا هغرفها بالمغرفه كده صح حبيبي. زي ما انت حابب. ده مطبخك يا فندم. انت كنت سالتني سؤال مهم جدا بالنسبه لاولادي بيحبوا اكلي ولا لا. حلو. هو انا ساعات بعمل مصايب في المطبخ وبيطلع الاكل وحش وبيبوظ مني. فما بقاش عارف اعمل ايه. فخلاص فيجي حمزه ابني يقول لي اكل حلو قوي قوي يا بابا، تحفه يا بابا. وانا مش عارف اسم الاكله. لا هو الاكله طلعت انا عارف اسمها بس طلعت حال. مش هي دي اللي انا عاملها. والاكل يا عيني بياكلوها غصب عنهم يا عيني عشان ما يحرجونيش. ما هو بابا تعبان واقف في المطبخ من ساعتها. حمزه يكذب عليا يقول لي بابا حلو قوي 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 يا بابا. اقول له انت كذاب قوي قوي يا حمزه. الاكل عندك كويس. حمزه انا مش قادر اكلها. حمزه 13 سنه دلوقتي. ربنا يخليه لك ده صغير. بس انا كلها طبعا صح. انت حابب ولادك طبعا يخشوا انا بوقفهم معايا في المطبخ. لا مش حاجة. انا عندي الاثنين الكبار في الجامعه في كمبيوتر ساينس. التوأم الكبار عمر وخالد. انا ما كانوا علم علوم قلت لهم انا ماليش دعوه باختياراتكم. هو اختار اختاروا وانا معاكم في اللي انتوا فيه وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. وده كويس على فكره. لا صيدله بقى ولا اعلام اللي انتوا حابينه فيه لان باباكوا دخل صيدله وفي الاخر شفت الكارير بتاعه. يعني الحمد لله مشي في الكارير بتاعه. عشان انا حبيتها بس يعني مش اكتر. كتير كده. انا عايز بقى دي بتتقدم ازاي كده؟ زي ما هي كده. دي بيتعمل معاها رز بشعريه او رز ابيض عادي؟ رز بشعريه او رز ابيض زي تمام كده. باين الدنيا باينه اهي. ممكن نحط حاجه بتحطش عليها حاجه. حط شويه بقدونس او شبت. حط كزبره خضراء. ماشي. ده الشبت. لا الشبت ده حرامي بيسرق الطعم. فعلا. احط هنا كده عادي. بس شويه صغيرين عشان معالم البطاطس شكلها بقى حلو. ما تضيعش مننا. شكلها بقى حلو قوي. في سمبوسه انا كنت سامع بالجبنه صح؟ حالا هتيجي دلوقتي تغرفها لنا كمان. شوف السمبوسه في قلب الزيت اهيت كمان. انت بتميل للاكل الشرقي ولا الاكل الغربي اكتر يا لا سمبوسة. شرقي ومشويات اكتر. يعني شرقي ومشويات اكتر. يعني احب الحاجات اللي هي ما بيبقاش فيها زي ما قلت لك. حلو. ما بحبش الدسم الكتير. مشويات. مقليات مش كتير برضو قوي. يعني السمك احبه مشوي اكتر من المقلي. احبه صواني اكتر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شوف الكشكشه. شوف الكشكشه. اللهم صل على النبي. الله 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 الله. ما شاء الله مكانها هنا. ما شاء الله شكلها تحفه. شكلها تحفة. ايه رأيك في الكشكشة؟ شفتوا الكشكشة يا جماعة اللي احنا عملناها؟ عايزك حاسس حضرتك بتاخدش وقت كتير في الفرن. اعمل لي حاجة لطيفة كده. دي قرفة وسكر باودر. قرفة طبعا. ليه بقى؟ أنا مش عايز أحط شربات لأن قمر الدين بطبيعته هو قمر مسكر أصلا مسكر وفي فأنا عايز شوية السكر باودر كده برسمة حضرتك كده وشوية القرفة النعناع. أنا أستاذ؟ يلا بس ما تطيرش السكر بره. خليك تزيدك. فكرتني باسماعيل ياسين في الفطاطري. ايوه. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه دمها خفيف لان بالفعل حبيب قلبي بوجودك انت كان منورني ومشرفني النهارده الاستاذ المذيع الاستاذ يوسف عبدين مذيع نشره الاخباريه وكمان دكتور صيدلي شاطر وبياكل كتير وبيحب الاكل وبيحب المطبخ وكل حاجه ومع ذلك محافظ على شكله. محافظ على الاكل مش كميات كتيره لكن كميات. بيبقى اصناف كتير وده كويس على فكره وده صعب خاصه مع واحد بيمارس يعني المطبخ ويحب المطبخ لازم. فعايزين حضرتك النهارده بما انك انت ضيفي ومتالق تختم لي الحلقه بتاعتي. انا حبيت الحلقه جدا معاك. انا طبعا ايه في السفره دي اول مره اكشلي ان انا اطلع حلقه كامله بره الاخبار في حياتي وما كنتش قلقان اكتر ما انا قلقان من حاجه تانية زمان بتحصل دلوقتي في حفله بتتعمل عليا دلوقتي من زمايلي
لكن الحلقه دمها خفيف معاك جدا وعدت بسرعه وما كانش فيه اي توتر. السفره شكلها لطيف ازاي؟ السفره شكلها حلو وبسيطه ما خدتش وقت ما شاء الله. الواحد بيقعد في المطبخ كتير عشان يعمل حاجه واحده، مش عارف بقى ده خبره صح؟ استاذ يوسف عبد الدين ده خبره. لا ما انا مش هقدر على نفسي طباخ بصراحه. لا دي بتتساب كده تحط عليها زي ما هي زي ما هي زي ما هي بالجبن. يعني اتمنى طبعا ان مينيو النهارده يكون عجب حضراتكم. عندنا البطاطس هو صحي لان احنا مش ما عملناش ما قدحناش السمنه ولا الحاجه حال. الحاجه كان لازم نقول ني في ني مظبوط صح. البطاطس مش حال. مش الايدام بتاعها مش على الوش مزبوط. مش متسبكه. السلطه طبعا صحيه جدا حلو. المكشكشه دي مكشكشه والسمبوسه كله ده الفل تمام ان شاء الله. هنجرب طبعا المغرب باذن الله ان شاء الله. اعزموني بس بعد رمضان ارجوك عشان خاطر اكل بقى اللي انا بعمله ده ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما احنا متعودين دايما مع الشيف مغازي رؤيه فن ابداع. منين؟ من مزبير. من مزبير. شكرا. كل سنه وانتم طيبين.